ايه اللي مقعدك هنا يا بت؟ ايه؟ ما سامعنيش؟ يلا قدامي بقول لك. ده بدل ما تاخدني في حضنك وتقول الله يرحم امك. محروقه انت على امك. يلا يا بت. والله ما محروق غيرك انت وكل اللي كيفك. ما تهدى على نفسك كده بدل ما يطق لك عرق. ايه؟ داخل بتخوفها ليه؟ لقيتها بيت مين اياك؟ ده بيت جدتها خالت امها. بقول لك ايه يا جليله؟ بتي وانا حر فيها. انا ما بتدخلش في امورك عشان تتدخلي في اموري. وبعدين انا مش عايز ادخل في كلام مع الحريم. ايه ده يا مصطفى؟ وبركة انك طلعت. ولو اني ما عرفش طلعت كيف. ايه؟ ولدك ما قالكيش انهم اخلوا سبيلي والرجالة كانوا بيفتروا علي وعملوا كده عشان عندهم مشاكل مع ولدك علي؟ سيب البت هنا، هنرعاها وناخدوا بالنا منها. يا مش عند حد غريب؟ كيف ما جليلة لسه جايلالك؟ ملعون كلام جليلة على رأيها وهي أمي. ملعون كلامك أنت، بتتكلم مع مين وعن مين يا مصطفى يا غريب؟ نسيت نفسك ولا إيه يا ود عمي؟ نسيت مين جليلة؟ اللي لما كنت تقول لها كلمة بس كان أبوها يعلقك ويمدك؟ نسيت لما أخوي علي رماك في الترع عشان بس قلت لي كلمة ما عجبتنيش؟ أفكرك بإيه ولا إيه؟ بعدين أنا هرجع لزمان قوي كده ليه؟ ده لسه آخرها من كام يوم عرفت إن علي عدمك العافية قدام الخلق وسابك ملقع على الأرض. اسمع يا جليلة. اسمع أنت، البيت ده له راجل اسمه علي الغريب، كلامك معاه مش مع الحريم. الكلام خلص، يا إما قسما بالله لكم مدوقك طعم علي اللي في رجلي ومخليك تمضغ بخشمك مضغ. ما تبكيش يا بنتي، جليلة ادته على راسه اهو. ده هياخدني يا حاج، هيذلني وهيجوزني غصب عني كيف ما رايد، وهيخليها تسيب العلام اللي كانت حمياني منه راحت. ما تخافيش يا بت، ابوكي ده ملوش لازمه، ودلوك علي يرجع ويتج بالغطين على راسه. خلاص يا رغده ما تبكيش، يلا خشي غسلي وشك يلا. ايه بتبصيلك ده ليه؟ اصلك انت وعلي مش من نفس البطن، بس اخوات. بس من نفس الصلب يا ام علي، نفس النسل، نسل الاغراب. طلع الذهب مضروب بعد ما كل الغجر جهزوا نفسهم انه يتوزع عليهم. يا فرحه ما تمت، عساف الغريب وكلك الهوى. انا ما طايقش حد وكاره الدنيا باللي فيها دلوقت. مش من دلوك، طول عمرك كاره الدنيا باللي فيها. طول ما فيها من قطعيتك لازم اكرهها. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجه تفوتك.